مع فين يا فندم؟ برك ممنوع ركل هنا. اما ركنات فاضيه يعني. دي معاك الموظفين. ايوه ما انا موظف في الشركه. ما اعرفكش اسمك ايه؟ اسمي عبد الرؤوف. شغال في الشركه فوق؟ اه شغال بس ما عنديش علم بيك. ما عشان انا بقالي اسبوع لسه جديد في الشغل فاكيد ما انزلكش. ما عنديش علم بيك، ما عنديش علم بيك. يعني ايه ما عندكش علم بيك؟ انا ما عنديش علم بيك. طب اعمل ايه ان انت ما عندكش علم بيا؟ ما قالك ان الركنات فاضيه. ممنوع الركن هنا. يعني ايه ممنوع الركن هنا؟ اهو طارق بيه اهو اساله. يا طارق بيه بعد اذنك قول له ان انا موظف في الشركه عشان يركنني. معلش يا رؤوف هو صح. اركن فوق عشان هنا اماكن الموظفين بس. شكرا يا استاذ طارق. حضرتك ايه؟ اتفضل يا بيه. انت محدش بيعمل لك حساب. احنا عملنا لك بنك. منت من ايجي بنك. حلول ذكيه تسهل الحياه العمليه للشباب.